أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم Thank you.
أنزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله
Mm-hmm.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب خفير من خشي الرحمن بالغيب هذا ما توعدون لكل أواب خفير من خشي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد لكل أواب خفير من خشي الرحمن بالغيب هذا ما توعدون لكل
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وبحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بارك الله فيك.